اهلا وسهلا بكم منوره. منورك عامل ايه الاخبار؟ مش اول مره اصور معاكم بس ماشي تمام. اصل حبيتش الموضوع قوي. انا اتفاجئت ان انت موجود هنا بس دي مفاجاه حلوه مش وحشه. ما بلاش الكلام اللي يحيى الضمير ده. كلمينا على الطلب الاسود النهارده والفستان الجميل ده. الدريس ده في ديزاينر هو عامله لي. ايه تاني؟ الميك اب اسراء. بص انا مش مجمعه اسماء قوي عشان مش محضره كلام. الواد منصور ماله ما بيجمعش. هل بتحب اطلالتك تكون مثيره اكتر بحيث تلفت الانتباه؟ انا كده كده بلفت الانتباه مش محتاجه ان انا اطلع بحاجه مثيره. طب حد فيكم يكلمها بقى؟ بلاش انا اكلمها. انا كده كده ملفته مش محتاجه حاجه يعني. الست عايزه من الراجل ايه؟ حنيته ولا فلوسه؟ حنيته بعدها فلوسه. الراجل لو مش حنين بجد ملوش اي 30 لازمه في الحياه. لا هتغلط هنغلط يابا مش عايز غلط. بعيدا عن الفلوس طبعا لها عامل اساسي يعني هي حاجه اساسيه في الحياه لكن الحنيه طبعا اساسي اكتر من الفلوس. اختي كده ينفع وكده ينفع. طب الراجل عايز من الست ايه؟ لا حاجات كتير بقى انت كراجل تقول لي. انت قول لي انتوا رجاله عايزين مننا ايه؟ التاتو المرسوم على ايدك ده مكتوب ايه؟ طب ما تشوف. ما تيجي نشوف. كفايه كفايه لو سمحت كفايه حرام حرام كفايه حرام كفايه. يو اونلي لايف. ما تكملش ما دام وصلت للمرحله دي ما تكملش. وانس. بمعنى ايه ترجمي بقى؟ لن تعيش الا مره واحده. لا حول ولا قوه الا بالله. هل الشعار ده في حياتك معنى ذلك انك انت طموحه اكتر مغامره اكتر؟ اه طبعا انا اخترتها يعني ما بين كلمات كتير جدا وجمل كتير بس دي حقيقه. برافو. بس في راجل اه بيحب الست الطموحه والناجحه وفي راجل لا. انا عايزك في البيت. رايحه فين؟ انا موجود. نجاح اكبر من نجاح وهو لا ما ينفعش. اهو ما بجمعش يا جماعه والله ما بجمعش. فين السؤال؟ فين السؤال؟ يعني انا طلعت معاك في اللقاء اللي فات ساري عربي انا كنت بهزر. لا طبعا يعني يا عليك ده انا بهزر. هي ممكن ضغوطات الحياه وان الحياه الماديه بقت في مصر صعبه شويه فهي طبعا اي حد بقى بيدور ان هو يبقى عايش حياه مستقر في حياته مبسوط اموره الماديه تمام. ايه ده انتوا مضروبين قوي كده ميح. فده طبيعي لكن اكيد يعني مش ساري عربي. احنا قاعدين فين يا جماعه؟ ده احنا في مصر مش هنلاقي الساري العربي. احنا ندور عليه في الخليج. طب ابو نواف موجود؟ كام عمليه تجميل عاملاها؟ ادعي لي بس اعمل واحده. اه والله مش عامله لسه. هل انا باين عليا ان انا ست تمام؟ دي تمام التمام ده جمال اللهم صل على النبي. غيري من واحده احلى منك. انا قلت لك في اول كلامي ان كل واحد فيه حته حلوه. احنا كلنا حلوين. هتبقى احلى مني في ايه؟ حماس شباب تحور تسرع. طموحك ايه؟ تبقي مذيعه ولا ممثله ولا بتفكري في حاجه تانية خالص؟ لا ممثله. بيس بيس ريس تمام. لا 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 ما فيش راجل بيكمل حياه الست. انا او ممكن يكون من وجهه نظر حد تاني لكن انا بالنسبه لي لا طبعا يعني انا ما فيش راجل يكمل او ينقص حياتي. لا جامد. لا واد جامد انا عارف نفسي. امتى اخر مره اتقالك بحبك؟ ما بعدش يا جيم اصل كتير قوي. نعم يا دلعاني. كم اكس في حياتك؟ تعرف تعد لحد كام؟ احي احي. الراجل اللي بيبقى عايز ياخد اكتر مني. الست لا. مش بفتري بجد. انت سالتني بحكم اللي انا شفته بس لا الراجل هو اللي بيحب ياخد اكتر ما بيدي. صح صح انا كده. انا عندي طموحات كتير جدا وفعلا بسعى على ده وان شاء الله نعمل حاجه حلوه جدا نكسر تحدي. اوكي اي جات ات. واشوفك بقى وانت بتتكلم معايا تقول لي هي دي الطموح اقول لك هي دي الطموح. والفيديو ده انا مش محتاجه ان انت تكسر لي بالدنيا حاجه تانية. حاولوش ما تحاولوش تقفشوني حبوني. انا زي الفل اللي حبوني. اه قوي انت تؤمر جميل.